كل التحية ليك زميلي العزيز أحمد سمير، وكل التحية للكابتن أحمد رضوان، واحد من نجوم النادي الأهلي، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. خليني أخذ من كلامك بالفعل زميلي العزيز أحمد، هو ده قدر النادي الأهلي وقدر كل من يعمل داخل منظومة النادي الأهلي، سواء لاعب سواء كجهاز فني أو كمسؤول في مجلس إدارة. الجميع طبعا بنقفل سريع عن صفحات البطولات، لأن بكرة بتاعنا زي ما قال الكابتن الخطيب، بكرة ده تحدي جديد وبطولة جديدة، و يعني ان شاء الله بدايه الطريق والمشوار للعشره يكون من هنا من النيجر وبالتحديد العاصمه نيامي. طيب خلينا نتعرف معاك على بدايه من لحظه وصول البعثه، يعني تكلمنا على اهم العناوين وطمنا كمان على تمرينه فريق النادي الاهلي. انا عارف انه تمرينه النهارده هي التمرينه الاساسيه، لانه بكره ملعب المباراه هيكون مشغول بماتش تاني في الكونفدراليه. بالفعل زميلي العزيز احمد، يعني انا بكلمك حاليا احنا موجودين في ملعب سيني الجنرال سيني كونيتشي، الملعب اللي هيستضيف احداث اللقاء الذهاب اللي بيجمع ما بين النادي الاهلي بطل مصر وسونيديب بطل النيجر في مباراه الذهاب لدوري ابطال افريقيا. في الوقت اللي انا بكلمك فيه النادي الاهلي بيؤدي مران الاثاثي وكان الاساسي، وكان من المفترض ان المران يكون غدا على هذا الملعب، ولكن لظروف اقامه مباراه في بطوله الكاس الكونفدراليه تقرر ان النادي الاهلي يؤدي مرانه اليوم هنا على هذا الملعب. طبعا يعني احنا عندنا شويه علامات استفهام على ارضيه الملعب، ويعني ارض الملعب كابتن سيد والجهاز الفني يعني واللاعبين يعني لقت حاله استياء من اللاعبين في ارض الملعب، لكن تعرف خبرات لعب النادي الاهلي وشخصيات لعبة النادي الاهلي انها تتعامل مع كل الظروف ومع كل الاجواء. عشان اقربك من الصوره اكتر زميلي احمد، يعني ومن لحظه وصول الفريق الى النيجر كان بالامس في تمام الساعه 8:30 مساء كان في استقبال البعثه لدى وصولها لمطار ديوري هاماني بنيامي، معالي السفير نبيل مكي سفير جمهوريه مصر العربيه بدوله النيجر، وكان موجود معاه بعض مسؤولي السفاره المصريه وبعض افراد الجاليه المصريه والعربيه هنا في النيجر، كانوا في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي. ثم استقال، يعني تم سريعا انهاء الاجراءات، ثم استقال لاعبي النادي الاهلي الحافله والتوجه الى مقر اقامه الفريق اللي بيبعد عن المطار ب 10 دقائق. سريعا تناول اللاعبون وجبه العشاء، ثم صعد كل لاعب لغرفته. كابتن سيد عبد الحفيظ زميل احمد، انت عارف قايم بيقوم بمجهود كبير جدا بعد ما كلف بمهام رئيس البعثة وعملية التنسيق المستمرة والجلسات المستمرة سواء مع مسؤولي السفارة المصرية مع اللاعبين لتذليل وتيسير كل الأمور. خليني أقول لك أيضا أن في خطوط اتصال مفتوحة في أكثر من اتجاه، خطوط اتصال من خلال مستر بيتسو موسيماني مع الكابتن سعد عبد الحفيظ مع الكابتن سامي قمصان مع مستر كيفن جونسون، يعني برضو عشان نقرب الصورة أكثر، خطوط اتصال مستمرة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ لمتابعة كيف كافة الأمور وكيف تسير الأمور هنا في النيجر بنيامي. يعني نقدر نقول ده كان اليوم بالأمس. اليوم يعني بدأ اليوم مع تناول لاعبي النادي الأهلي لوجبة الإفطار اللي كانت في تمام الساعة 9 صباحا، ثم كانت المسحة الطبية من قبل الاتحاد الإفريقي، وكان موجود المراقب الطبي سعيد الحسيني المسؤول أو المراقب الطبي من قبل الاتحاد الإفريقي لإجراء المسحة الطبية الخاصة باللقاء للاعبي النادي الأهلي وأفراد الجهاز الفني. يعني أثناء المسحة الطبية كان مشهد لقى استحسان الجميع طبعا، هي زيارة محمد تشيجا رئيس مجلس إدارة نادي سونيديب للنادي الأهلي والبعثة النادي الأهلي والتقائه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، وكان حريص أنه يطمن على كافة الأمور الخاصة ببعثة النادي الأهلي، ويعني أشاد بالنادي الأهلي وكان لنا لقاء معاه وتكلم على أن القرعة لم تكن رحيمة أنه هو يواجه فريق النادي الأهلي، وأنه هو يعني في غاية السعادة واللاعبين أنهم بيواجهوا النادي الأهلي زي ما قال بطل القارة الأفريقية وملك القارة الأفريقية. ولكن تبقى المباراة يعني ما بين الفريقين كلها طموح وأمال مشروعة. ايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ تكلم على ان اللقاء بينتهي في 90 دقيقه، لكن العلاقات هي اللي بتمتد لما بعد المباراه، وكانت دي الرساله اللي يعني كان حريص عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو يوصلها لرئيس نادي سونيديب، وقال له ان شاء الله المعامله هتكون بالمثل وافضل كمان في القاهره في لقاء الاياب ومع حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي.
يعني عقب المسحه الطبيه كانت وجبه الغداء في تمام الساعه الواحده والنصف. يعني عقب وجبه الغداء خليني بقى نقرب من الناحيه الفنيه شويه، كان في اجتماع مع المستر بيتسو موسيماني مع افراد الجهاز الفني مع اللاعبين عن طريق تقنيه الفيديو كونفرنس. اجتماع استمر لاكثر من 35 دقيقه او 40 دقيقه، كان طبعا بيتكلم فيه على بعض الامور الفنيه وبعض الامور الخاصه بالفريق ومتابعه كافه الامور. عقب الاجتماع توجه اللاعبين لاستاد سيني كونيتشي اللي هيستضيف احداث اللقاء في اول مران لفريق النادي الاهلي على هذا الملعب. عايز اطمنك بقى زميل احمد على حاله اللاعبين، يعني اعتقد ده السؤال الاهم اللي بيشغل بال الجميع. اطمنك يعني نقدر نقول حاله التركيز اللي عند لعيبه النادي الاهلي دي مهم جدا، انك بتفصل تماما ما بين، يعني انت عارف الفصل الزمني ما بين البطوله التاسعه وانطلاق الدوري وانطلاق دوري ابطال افريقيا فصل زمني كان قصير جدا، ولكن لعيبه النادي الاهلي بتملك الكثير من الخبرات والشخصيات انها تقدر تعمل عمليه الفصل. اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه يعني انت تشوف لعيبه النادي الاهلي عندها حاله يعني تركيز ان احنا بندور على بطوله جديده. يعني كان ليا لقاء مع بدر بنون قال قبل ما اجي النادي الاهلي انا عارف ان النادي الاهلي انا لو لعبت 10 بطولات انا مطالب مني ال 10 بطولات، ودي كانت نقطه من النقاط المهمه جدا اللي يعني تسهل على بدر بنون عمليه التاقلم والانسجام مع النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي بدا التدريب بمحاضره في منتصف الملعب لمستر كيفن جونسون مع اللاعبين والافراد الجهاز الفني. التدريب هيمشي ازاي؟ بدا مستر ميكيل يانكون فقره تدريب حراسه المرمى، بعض الجمل والمربعات والجمل الفنيه اللي عايز يطبقها مستر كيفن جونسون في هذا اللقاء كانت مع اللاعبين. في الوقت اللي انا بكلمك فيه حاليا في تقسيمه ما بين فريقين، اطمنك ان كل اللاعبين بحاله جيده. طبعا انت عارف ان النادي الاهلي هيبقى عنده نقص شويه في مركز 10 لغياب محمد مجدي قفشه وايضا غياب ناصر ماهر. هل هكون من الافكار ان ممكن مستر كيفن جونسون بناء على تعليمات مستر بيتسو موسيماني يلعب بثلاثه في نص الملعب او يلعب باثنين رؤوس حربه؟ هتبقى دي طبقا يعني للرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني. لكن زميل احمد كل الامور على ما يرام. درجه الحراره برضو عشان نتكلم على درجه الحراره حاليا 35 درجه، من المتوقع والمنتظر ان درجه الحراره اثناء يوم المباراه هتبقى ما بين 36 ل 38 درجه مئويه. طيب. طبعا مع ارتفاع درجات الحراره نسبة الرطوبة كان ليا كلام مع طبيب التغذية الدكتور عبد الرحمن السعيد، قال لي طبعا هيبقى فيه بعض نوعية طعام معينة، نوعية سوائل، نظرا لان في درجة الحرارة العالية والرطوبة العالية الجسم بيفقد الكثير من السوائل والأملاح، هيتم تعويض ده ببعض طبعا الأمور وبعض المشروبات اللي تعوض اللاعبين عن هذه النسبة. طيب ان شاء الله كل الأمور تكون خير وتكون بداية خير زميل احمد ان شاء الله. خليني اسالك على سوني ديب، هل بيعتبر من الأندية الشعبية في نيجر ولا لا؟ هل ليه جماهيرية وليه جمهور بيساند ولا لا؟ ترتيبه في المسابقه المحليه هناك اذا كانت بدات بالفعل ولا لا؟ ويهمني كمان، يعني هسيب لك المايك تتكلم، يهمني كمان اعرف اخبار فيروس كورونا في نيجر ايه والاجراءات الاحترازيه والوقائيه سريعا. فاروق اتفضل. يعني زميل احمد بالنسبه لفيروس كورونا وكوفيد 19 تقدر تقول النسبه هنا في النيجر اقل بكتير جدا من مصر، ولكن احنا يعني متخذين كافه الاجراءات الاحترازيه، والنادي الاهلي مصطحب يعني احد العمال المسؤولين عن عمليه التعقيم نور اللي بيتولى هذا الامر. النادي الاهلي حريص على هذا الامر في اي مكان وفي اي معسكر، لكن في تشديد طبعا على الاجراءات الاحترازيه. لكن نسبه الكورونا يعني عايز اقول لك ان لا اطمنك ان هي نسبه اقل بكتير جدا من يعني ما كنا منتظرين او متوقعين. فريق سوني ديب، بالنسبه لفريق سوني ديب خليني اقول لك ان هو فريق حديث العهد في دوله النيجر، لكن اصبح ليه شعبيه وليه جماهيريه. هو طبعا نادي تاسس عام 2014 وتابع لاحد شركات استخراج الخامات البتروليه. كان ليا اللقاء مع رئيس النادي واتكلمت على ان الفريق في وقت قصير جدا فاز بالدوري في النيجر وفاز بالكاس في النيجر، يعني فاز كان بطل الدوري مرتين وبطل الكاس النيجر ولعب في الكونفدراليه ولعب في دوري ابطال افريقيا. وقال لي جمله، قال لي يعني اتوقع ان لو كانت المباراه بجمهور كان من المنتظر ان امتلاء الاستاد بالجماهير اللي جايه تتفرج على النادي الاهلي. لكن طبعا فريق السوني ديب واحد من الفرق اللي اصبح ليه شعبيه وليه جماهيريه. وبرضه ان انا اقول لك ان هو خلال مباراتين دور ال 64 كان فاز على بطل مقدشيو في هنا في استاد سيني كونيتشي بهدفين، ثم فاز في الملعب الصومال بهدفين. لكن فريق مش يعني فريق
ايضا من الفرق القويه في النيجر، وهم يعني بيتكلم على السياسه اللي عندهم، سياسه استقدام المواهب واستخراج المواهب. فريق من الفرق اللي يعني نقدر نقول منظومه منظمه جدا، احد طبعا تابع لاحد الشركات. مش عايزين احنا ان يكون عندنا سن التساهل من اللقاء. لعيبه النادي الاهلي مركزه جدا في هذا اللقاء، رئيس النادي طبعا وزيارته لبعثة فريق النادي الاهلي يوجه رسائل كتير جدا، وان لعيبته ان شاء الله منتظره هذا اللقاء وان هي تواجه فريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي زميلي احمد، وان شاء الله تكون بدايه خير ان شاء الله للبطوله العاشره بمشيئه الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من نايجر ومن داخل الملعب اللي بيشهد مران النادي الاهلي. طمنا على اخبار فرقتنا وطمنا الحمد لله على جاهزيه لاعبتنا.